بأبنائهم وزوجاتهم وأخوانهم وآبائهم وأصحابهم ودفعتهم. اللهم يا رب العالمين ثبتهم بنصرك يا رب العالمين يا رب. كنا بنعاني في الفترة الفاتت من حصار في مدرمان. الناس اللي ما عارفة شكل المعركة، الجيش حقنا مفصول في المناطق العسكرية، الخرطوم مقسمة مناطق عسكرية ووحدات فرعية. الوحدة الأساسية كانت هي كرري، فيها التشوين والذخيرة، فيها السلاح والعتاد، الدعم السريع بمساعدة أبناء الشعب السوداني الكانوا أبناء الشعب السوداني وغدرهم بالقوات المسلحة. حصل فصل من القاعدة الأساسية بتاعت القوات المسلحة مع الأسلحة. السلاح المهندسين ده سلاح عنده مهمة معينة ما من ضمنها القتال بتاع المدن، هي جزء مكمل للقوات المسلحة. سلاح الطبي جزء مكمل للقوات المسلحة. سلاح الموسيقى جزء مكمل للقوات المسلحة. الكباري جزء مكمل للقوات المسلحة. سلاح المدرعات جزء مكمل. المنطقة الأساسية اللي بتتفرع منها كل الدعم ده، بتجيهن الذخيرة والإمداد العسكري والمؤن والتشوين والمقاتلين والضباط، وبيحصل فيها تبادل وإخلاء، هي وادي سيدنا. في العشر شهور الفاتت الطريق من وادي سيدنا كان مقطوع، أي منطقة براها يعني كرري ممكن يكون فيها مواطنين ومعاهم جيش، لكن ما بيقدر يوصلوا المنطقة بتاع السلاح المهندسين أو سلاح المهندسين ذاته، والأحياء المحيطة به والفتيحاب، المثلث، الحتانة، المربعات، البنك العقاري، دي مفصولة تماما، فيها ناس قاعدين، فيها جيش قاعد، فيها دعم سريع، لكن الجيشين ما قادرين يتكاملوا مع بعض، فالعملية العسكرية ما مكتملة. سلاح المهندسين عندهم أسلحة بعيدة المدى، وعندهم بطاريات، عندهم مدرعات، لكن ما عندهم جنود. المدرعات عندهم، الجنود عندهم، الذخيرة، لكن ما عندهم الأسلحة دي. فهمت المشكلة وين؟ فكان في فصل بينهم. الفصل ده تمت 10 شهور، الجيش ما قادر يشتغل لأنه يدينه مكتفة. الجيش إذا عنده 5 أصابع فيها 4 أصابع مكتفة، اليد قاعدة لكن الأصابع اللي بتتحرك وبتضرب في الكيبورد، بتضغط الزر بتاع الشاشة، بتضغط الزر الأحمر، الأصابع دي مفصولة. الأصابع دي هي الأسلحة حقة الجيش، سلاح المدرعات، القيادة العامة، سلاح الإشارة، اسمه سلاح الإشارة، شغلته كلها يتلقى ويرسل الإشارة. في قوات بتاعت حراسة الأجهزة دي، ما قوات بتاعت دفاع، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم الصبر والصمود، كل سلاح قدر يحافظ على نفسه. القوات المسلحة يدينا كاملة حسي وأصابعها كاملة، وبتقدر تتحرك وبتقدر تضرب الآن. الناس اللي ما شايف الموضوع ده إنجاز، القوات المسلحة ما حتنتصر إذا كانت مشتتة ومفرقة. هي ما قوات زي الدعم السريع. الدعم السريع التاتشر بتاعه ده فيه أسلحة الدائرة كلها، فيه الأسلحة الدائرة كلها، فيه العتاد، فيه المرتبة بتاعته، فيه برميل البنزين، برميل الموية، الدوشكة، الثنائي الرباعي، والذخيرة اللي بتكفيه وتقعده مثلا شهرين. الجيش ما كده، الجيش عنده تاتشر في حتة، وعنده دبابة في حتة، وعنده ذخيرة في حتة، وعنده جندي في حتة، وعنده سلاح إشارة في حتة، وعنده قمر صناعي في حتة، وعنده قاعدة جوية في حتة. الحصل إنه الدعم السريع بتخطيط، والموضوع ده ما قام يوم 15، وما في زول يقنعك إنه الحرب دي الدعم السريع كان بيخطط لها في يوم واحد، أو هو الموضوع ده ردة فعل، ده ما ردة فعل. الدعم السريع عارف نفسه حيخط القناصة وين، حيقطع طرق الإمداد بتاعت الجيش وين، حيتعامل مع الطابور، حيفي الطابور ده. إحنا 6 شهور الجيش بيحارب جوا الجيش، 6 شهور التدوين العشوائي اللي بيقول لك الجيش متهم به، ده الناس طابور جوا الجيش بيدونوا عشوائي ويجيبوا المشكلة للقوات المسلحة، بيدونوا في أخوانهم. الناس اللي بتطلع عمليات متقدمة والدفاعات المتقدمة ما بكون عارفة زول غير القوات المسلحة، في ناس بيدونوهم. الشهداء في القوات المسلحة في 6 شهور الأولى من المعركة كانوا تدونوا على يد الطابور الخامس جوا القوات المسلحة، والطابور الخامس الناس اللي بتخون. شفتوا الخيانات في حتات كثيرة، وهسي ده ما وقتها. بالليلة الانتصار ده يا أخواننا، إنه الجيش قدر يربط بين القاعدة الأساسية والأفرع حقته، بقدر يصل سلاح المهندسين. سلاح المهندسين مفروض عليه إنه يحرر الكوبري بتاع الفتيحاب، مفروض يدخل الفتيحاب، مفروض يدخل المربعات، مفروض يدخل البنك العقاري، مفروض يدخل يأمن سلاح المهندسين. سلاح المهندسين، سلاح الأطباء، مفروض يأمن سلاح الأطباء. سلاح المهندسين ما عنده ذخيرة، ما عنده إمداد كافي، ما عنده، هو ما معد إنه يخش له معركة ويتحاصر 10 شهور، ما معد للحاجة دي. سلاح المهندسين عنده دور معين في المعركة، مهندسين وأسلحة طويلة المدى، نقطة عربي، انتهى.
الليل احنا محتاجين كلاشات في سلاح المهندسين ماف، محتاجين ذخيره في سلاح المهندسين ماف، لانه ما قادرين نوصلها، ولانها كانت ماف، لانها كانت ماف. بيشوفوا الزيارات بتاعت البرهان برا السودان ثاني يوم بيحصل فيها تغيير في الميدان، بيمشي بجيب سلاح عديل في طيارته بيجيبه وبيجي. شفتوها الطيارات دي؟ شفتوا الزيارات بتاعته لايران؟ دي واضحه، مش جاب طياره اسمها المهاجر 6، الدرون دي شفتوا شغوله، بتفتحوا الميديا الصباح الساعه 6 بيشوفوا الطياره دي شغاله. ده مش جاب عديل، ما كانت عندنا. الناس بتتكلم عن سارة، الطيران بتاعنا الدعم السريع رمى فيه كم طياره يا اخوانا، واصلا احنا كان عندنا كم؟ الدعم السريع رمى كم طياره، قدرنا نستعيد وقدرنا نعوض. الليلة الالتقاء بتاع الجيشين ده دي تحرير مش لم درمان. ناس تسمع الكلام ده، ده ما تحرير ام درمان، ده تحرير السودان تماما، ده تحرير السودان. المهندسين بعد ما اخذوا الذخيره واخذوا السلاح وقدروا يوصلوهم ال 30 و40 الف مقاتل اللي قاعدين في كرري، حيجوا المهندسين حيمشوا وين؟ حيقطعوا الكوبري بتاع الحتانه، وبعديها حيخشوا هناك شارع الغابه، وتاني حيصلوا هناك المدرعات، وبعدين الذخيره، وتاني هناك المنطقه العسكريه جبل اولياء. احنا ماشيين خلاص. الموضوع ده يا اخواننا لما اقول لك في قناصه مدربين قاعدين لهم في اكثر من 180 عماره، 180 عماره ناس قاعده فيها 10 شهور، بيصلوا اكلهم شرابهم قاعدين، مواطنين بيتعاونوا معاهم، بيطبخوا لهم، بيغسلوا لهم، بيجيبوا لهم الاكل، بيجيبوا لهم الشراب، لا البنجو ده لا المخدرات بيوصلوها لهم، الزول قاعد بس في العماره دي بالمنظار، اي حاجه تتحرك بديها طلقه. اي حاجه تتحرك بديها طلقه. الدعم السريع قدر بمعاونه خبراء من فاغنر، وما في زول ما عارف فاغنر هي شنو. هي اكثر ناس خبراء عسكريين في العالم داخلين في ميليشيا متمرده على الدول كلها اسمها فاغنر، ما بدخلوا فيها زول ساي، ديل اللي كانوا متولين التدريب ومتولين وما زالوا متولين التدريب وما زالوا متولين العمليات العسكريه في الميدان الان، هم اللي بيحاربوا في القوات المسلحه وهم اللي بيحاربوا في الشعب السوداني. الدعم السريع متعاقد مع قناصه من اثيوبيا. قناصة الزول ده بيتعاقدوا معاه لانه محترف، محترف قنص، قاعدين في ال 180 200 او 300 عمارة، احسب زي ما داير، احسب زي ما داير. قدروا يثبتوا المتحركات دي، المتحرك بيجوا ناس ماشيين مشي في الشارع، ما بيقدر يمشي لا ليل لا نهار. طلع بالنهار القناصة ديل شايفينه، طلع بالليل عندهم مناظير ليلية بيشوفوا اي زول متحرك. الجيش بعد ده كله صمد، والناس ديل زي ما مواطن خاف على روحه وخاف على بيته وخاف على اهله، طلع من بيته مشى مصر ومشى مدني ومشى. القوات المسلحه قعدت في سلاح الاشاره، وقعدت في حطاب، وقعدت في العيلفون، وقعدت في المدرعات، وما سلمت وما استسلمت، بل بالعكس منتصره. والدعم السريع اللي كان عنده قوه حره متحركه مدعومه، جايها اسناد وجايها امداد، بيقدروا يعالجوا مرضاهم، بيقدروا يعالجوا اسراهم، بيقدروا يعالجوا مصابينهم، بيقدروا يغيروا اكلهم، بيقدروا يرتاحوا، بيقدروا يمشوا يشوفوا اهلهم يجوا. الجيش صامت في الحته دي في سلاح المهندسين 10 شهور. أصبحت منطقة المهندسين منطقة أشباح، ما فيها صوت، ما فيها زول. الجيش قاعد صابر، لا عنده ذخيرة، لا عنده علاج، لا عنده أكل، لا عنده شراب. الناس صامدة وواقفة. الليلة ده انتصار وتحرير للسودان، التقاء الجيشين ده عمل تم، العملية تمت دي الناس تفهم إنه إحنا قدمنا فيها خيرة أبناء الشعب السوداني. وكلمة خيرة دي إحنا ما بنفضل زول على زول ولا بنفضل شهيد على شهيد، لكن تكون عارف إنه الشارع ده فيه قناصة وحيقتلك، ولازم تمشي تحمي أخوانك وتعمل عملية فدائية. ما في متر يتحرر في مدرمان ده إلا بعملية فدائية، ما في متر في مدرمان ده إلا الدفع فيه الدم غالي. الناس تفهم الحاجة دي وتعرف الأمة دي والبلد دي اتبنت على شنو. ثاني ما في تهاون وتلاعب ولا في تضييع للدماء الغاليه دي، ديل ما تخطوا في عمليات وتوجيه، ديل كانوا بيقولوا انا بمشي في الشارع ده، انا البسوق التاتشر ده، انا البسوق المتحرك ده، انا البسوق المجروز ده، اوصل العتاد ده لسلاح المهندسين، قدامنا كان في رائد شهيد قدم عمل بطولي، وراكم عمل شنو؟ طلعت الحريه والتغيير واعلام، طلع الدعم السريع قال لك العمليه دي كلام فاضي وما حصلت، يا هي دي النتيجه حقت الليله. دي النتيجة حقت الليلة. الشارع ده فتح يا اخوان، الشارع ده فتح. حتى لو جينا قلنا بلسان خليفة دنقر قال دي عملية نوعية، عملية نوعية، والجيش فتح ثغرات في ام درمان. كلامه صح بالمناسبة، عشان الناس ما تاخذ سي، كلامه صح. عملية نوعية 10 شهور قدرنا نفتحها، ما له دعم السريع من الصدى. وعملية نوعية واحد، اثنين قال يا اخي دي فتح ثغرات. ان نزيدكم شعر في البيت، انت كلكم شايفين انه الدعم القوات المسلحه حررت السوق الشعبي، سوق البلح، سوق ام درمان.
وامبارح كانوا في شارع العرضة وتلاقوا الجيشين، صح؟ شفتوها بعينكم. الحقيقة ودي الواقع والناس شايفينها، الجيش فتح مداخل باتجاهات مختلفة. ما في حاجة اسمها شارع واحد والدعم السريع يقدر، لا لا ما في كلام زي ده. هي ثغرات، هي شوارع كمان مش ثغرات. وقدرت شفت مجروسين دخلوا من الكرري، دخلوا المهندسين، احنا لحد هنا الجيش انتهى موضوعه خلاص. انا ما في حاجة. المشكلة الأساسية المعركة دي في العشر شهور انه الجيش دار يصل للجيش. أن ماتوا من الدعم السريع والنظافة اللي حصلت في اندرمان ده أثر جانبي. العملية الأساسية إنه الجيش يصل الجيش، بعد ده تاني ما في دعامة بقت في اندرمان. والناس المهزوزة في القوات المسلحة، ومبارح بتكلم معاكم، جيشكم ده صرفه ما قال حيعلن، أعلن يا زول. جيشكم ده ما قال حيسوي، جيشنا سوى يا زول. جيشكم ده ما قاعد يتكلم كل مرة يطلع لنا الحاجة وجد دعامة يعمل صورة. أنت لأنه ثقتك في الله ضعيفة، وثقتك في القوات المسلحة ضعيفة، وثقتك في الحق ضعيفة، متوقع تاني يوم تتهزى. ما بيحصل حاجة تاني، ما بيحصل حاجة. الجيش ده حيتقدم وحينتصر، ومنتصر وما في أي حاجة. الجيش اللي ما وقفوا الحصار، الجيش اللي ما وقفوا الجوع، الجيش اللي ما وقفوا استهداف أهل. أنت زول بقاتل. أنا بتكلم مع واحد من المعسكرات ديل، السلام عليكم، قال لي يا أخي صرفة دار نتواصل معاك من بدري يا أخي، ربنا يحفظك ودعا علينا. دعا علينا من 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 موقع قتال، من موقع إجابة دعاء إن شاء الله. فقال لي يا أخي الأمور طيبة وطمن الناس والناس اللي بيحضروك طمنوا ان احنا كويسين، واحنا في سلاح المدرعات كويسين وامورنا طيبه. فقلت له خلاص احنا ذاته نوصل لاهلك، ادينا تليفون خلينا نتواصل معهم. قال لي والله ما عارفون وين. سكت. اقول له شو؟ سكت والله. قلت له يا اخي ادينا اهلك التليفون حقهم نتواصل معهم نطمنهم.